خلاص شو بدي اعمل؟ شو بدي اسوي؟ ما عاد فيني خلاص يا نجس قليلة رباية عليها هلا بدي خليني يجي يضربوك هلا خليني يجي يضربوك هلا شو بدي اعمل شو خلاص اهدى بقى عم نقول لك خلاص خلاص اهدى بقى جايته خليته يضربك ما طبيعي يعني مش طبيعي ما طبيعي